صفر 35 120، وإلا على صفحة إذاعتكم www.alhayat.net، وإلا على لايف ستريمينج تابعونا وتفاعلوا مع بعضنا في هذه الأمسية. إن شاء الله نكون خفاف ظل عليكم، وإن شاء الله يعجبكم برنامجنا اليوم، وندعوكم أيضا للمشاركة بكثافة. شكر خاص، شكر خاص لإدارة الإذاعة على هذا الصرح الإعلامي الصحي في نفس الوقت، وأيضا على المسؤولين القائمين على البرمجة، نشكرهم الكل. ونحب نعطي شكر خاص جدا إلى المايسترو الموزع الفنان يوسف. نعم، يوسف النجار عنده خدمة في الخفاء، ما شاء الله قاعد يخدم في خدمة حلوة وجميلة، ونشكره على تفاعله وعلى تقديم يد المساعدة باش نقدمه مادة إعلامية راقية وحلوة. إذن في حلقتنا اليوم، في عشويتنا اليوم، عنا برشا غناء، عنا برشا ضيوف، عنا برشا طرائف، عنا برشا نكت، عنا برشا مداخلات، وعنا أيضا فنان من طراز عالي هو ضيفنا إن شاء الله باش يكون يشرفنا إلى جانب بقية الضيوف. شخصية اليوم، شخصية العشوية الجميلة، هو الفنان المرحوم رضا القلعي. اللي يقول رضا القلعي يقول كمانجا، واللي يقول كمانجا يقول إبداع، وأيضا يقول الأنامل الذهبية للفنان رضا القلعي. انتم حبيتوه وسمعتوه، وفما أيضا جيل جديد ما عندوش فكرة عليه، حبينا نسلطوا الضوء على الفنان رضا القلعي وقدموا لكم نماذج من خدمته الحلوة وجميلة. ولهذا الغرض استضفنا الشخص الوحيد اللي هو مواكب رضا القلعي في مسيرته الفنية، وفي عشرة دائمة اللي كانت ما بيناتهم، والتبادل الأسري والزيارات، وكان أيضا ضيفه في القيروان وفي تونس وفي كل مكان، الفنان المعروف غني عن التعريف الأستاذ رياض عبد الله. أهلا وسهلا أستاذنا، شرف لي أنك تكون ضيفنا، تفضل. بارك الله فيك. ربي يبارك لك، حصيل يعطيكم الصحة على هال والله بادرة جميلة ياسر، وهذا إحياء لرد اعتبار الناس كادوا ينقرضوا، وأسلوب قديم. سامحني ما نحبش نتوسع ياسر في الموضوع، لأن هالموجات الجديدة متاع الألوان الموسيقية والأنماط والآلات الكهربائية اللي عمت، فهذا كان من شأنه ينقص من قيمة الموروث اللي ورثناه على ناس تعبوا، منهم رضا القلعي الله يرحمه. صحيح، إذا هذوما باش نرجعوا لهم ونحكيوا فيهم أثناء الحصة تباعا مع بعضنا، كل الحوايج اللي باش نقولوهم نرجعوا لك فيها إن شاء الله. كوريلي كور الحصة، الأخ مراد بشير، أهلا وسهلا سي مراد. أهلا بيك خويا سفيان، وأهلا بجميع الفنانين اللي حاضرين معانا، ومرحبا بيكم. مرحبا مراد من جديد، ومطربتنا العزيزة الغالية رانيا اللي شرفتنا قبل وتعاود تشرفنا في كل مكان وفي كل مناسبة. أهلا رانيا. يعيشك سي سفيان، مرحبا بيك، مرحبا بالمستمعين معانا. نشكرك على الدعوة وتحت لي الفرصة باش نكون مع الأستاذ رياض عبد الله، ومع الأستاذ زهير، ومرة أخرى مع سي مراد بشير. مرحبا بك، نشكركم على الدعوة مرة أخرى. مرحبا، ربي فضلك. حبيت أقول مستمعين أن رانيا هي فنانة أيضا في ميدان الفني والطرب والغناء، وأيضا هي من الإطار الصحي بالقيروان في إذاعتها إذاعة الصحة بالقيروان. شكرا. ونمر أيضا للإطار الصحي أيضا اللي جانا من أمريكا، أيضا عنا باحث مهتم بالشأن الموسيقي، وجاء تونس في خطة كبيرة في بحث معمق أكاديمي، وجاء حب يسمع الموسيقى التونسية الأصلية الشرقية من أنامل الأستاذ رياض عبد الله بصفة خاصة، وحب يكتشف الموسيقى التونسية، وهو أيضا إطار صحي سامي. بالعكس، هو دكتور في طب الأسنان وموسيقي، ونتمناه أنه يكون ضيفنا، ويتمناه أنه يديم يزورنا ونحكيه معه. أهلا وسهلا خونا زهير بدوي، مرحبا. العفو أستاذ سفيان، وشكرا كثير على البادرة الطيبة، وشكرا لكل أهل القيروان الأستاذ رياض على حسن الضيافة. انت جيت لتونس بطبيعة، مش باش تحكيو تو، لكن انت جيت ضيف تونس، ولكن ايضا ضيف الاستاذ رياض عبد الله. رياض عبد الله، مرحبا بك في تونس، ومرحبا بك في بيتك. شكرا. مرحبا بك في اذاعة حياة فام. اذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، انتم في الاستماع وفي المتابعة وفي المشاهدة لبرنامج مع المايسترو. نسمعوا الاغنية وراجعين، ابقوا معنا.